وصلنا الدور الثالث. كل دور زي ما احنا ملاحظين عندنا 3 شقق، شقتين أمامية، عندنا شقة خلفية. جينا نصور الشقة هذه، شقة رقم 8 الدور الثالث، شقة مساحتها 170 متر مربع، 3 غرف صالة. عند باب المدخل عندنا هنا دولاب مخفي للأحذية بجوار باب الشقة. نجي هنا نخش على اليسار، عندنا المنطقة هذه منطقة موزع للغرف، وعندنا هنا على اليسار دولاب خاص بالأحذية والعباءات. ما شاء الله الشقة مزودة بديكورات سقفية، عندنا في الممرات وفي الصالة. نتوجه على الصالة، عندنا مساحة الصالة ما شاء الله تبارك الله كبيرة، وشرح ما شاء الله تبارك الله مع الديكورات السقفية باينة ما شاء الله شيء جميل. عندنا المنطقة هذه منطقة برضو نسوي فيها ديكور جميل، مكان للتلفزيون. الشقة كلها مزودة بتدفئة مركزية زي ما احنا ملاحظين، واجهة أمامية على البحر. عندنا إطلالة الطبيعة والبحر. المنطقة هذه منطقة سفرة، يعني عندنا مخرج من المطبخ على منطقة السفرة، والمنطقة هذه مفتوحة على الصالة، وفي مخرج من منطقة السفرة اللي هي الصالة إلى البلكونة. بلكونة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، وإطلالتها خيالية ما شاء الله، إطلالة الطبيعة والبحر. المجمع مجمع لارا بارك على الطريق العام المؤدي إلى المستشفى، راح يكون تحت البناية هذه سوبر ماركت بيم، بالإضافة إلى الخدمات الموجودة في المجمع. عندنا مسبح، صالة فتنس، حمام سباحة، حمام تركي، ساونا، هذه كلها موجودة في المجمع. منطقة كاشستو منطقة مخدومة وحيوية. نكمل تفاصيل باقي الشقة، نطلع من الصالة نتوجه على تفاصيل باقي الشقة. المدخل الأساسي للمطبخ من هنا زي ما احنا شايفين، أبواب سحاب، يعني ما شاء الله تبارك الله شقة رايقة وحلوة. هذه الغرفة الأولى، تأسست المكيف جاهزة وراكبة، وإطلالتها على الطبيعة وعلى البحر. نطلع من الغرفة الأولى، نجي هنا على اليمين دورة مياه أولى في الكرامة. كل دورات المياه موجود فيها الشطاف. بجوار الغرفة الأولى عندنا الغرفة الثانية، هذه إطلالتها أيضا على الطبيعة، وبرضو تأسست مكيف راكبة وجاهزة. مقابل الغرفة الثانية عندنا هنا دولاب خاص للغسالة وأرفف للملابس. بجوار الدولاب هذا المخفي عندنا دورة مياه الخاصة بالشقة، أو دورة مياه رئيسية خاصة بالشقة. عندنا الحمام، حمام ما شاء الله تبارك الله نوع فاخر. عندنا شفاطات وشطافات، يعني حمام كبير ما شاء الله تبارك الله. نجي هنا أخيرا على غرفة النوم الرئيسية الماستر، ديكور لرأس السرير، بلكونة خاصة وغرفة النوم الرئيسية، إطلالتها على الطبيعة الخلابة ما شاء الله تبارك الله، طبيعة والأروع. وعندنا إطلالة
البحر ايضا. نكمل التفاصيل. غرفة النوم الرئيسية موجود فيها دريسنج روم، دواليب خاصة للملابس. داخل الدريسنج روم عندنا الحمام الخاص بغرفة النوم الرئيسية، عندنا المروش والكلوزيت والمخزن. يعني زي ما قلت لكم شقة ثلاث غرف صالة مساحتها 170 متر مربع. الدور الثالث في منطقة كاشستا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.